السلام عليكم متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في نشرة جديدة من أخبار الكرة العراقية. البداية من أخبار منتخبنا الوطني، حيث تقدم العراق 17 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لشهر يوليو الحالي، وذلك ليحتل المركز الثالث بعد 100 عالميا والثالث عشر آسيويا والعاشر عربيا. أسفرت قرعة كأس العالم للناشئين 2017 عن وقوع منتخبنا العراقي في المجموعة السادسة، المجموعة الحديدية، إلى جانب كل من منتخبات المكسيك وتشيلي وإنجلترا في البطولة التي ستنطلق في الهند منتصف الشهر القادم. يذكر أن نظام البطولة يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني، إضافة إلى أفضل 4 ثوالث. وهذه هي مواعيد وتوقيت المباريات منتخبنا في البطولة، فما هو رأيكم في المجموعة؟ وفي الذهاب إلى أخبار المحترفين العراقيين، أعلن نادي الاتفاق السعودي عن تعاقده رسميا مع مدافع المنتخب الوطني ونادي الإمارات السابق أحمد إبراهيم للدفاع عن ألوان الفريق لمدة 2 موسم، وتم توقيع العقد في مدينة دبي بحضور ممثلي إدارة النادي ووكيل أعماله النجم محمد. أحمد سيلتحق بمعسكر الفريق في 10 تموز المقبل، وعبر أحمد إبراهيم صاحب 25 عام عن سعادته الكبيرة بتوقيعه لفريق الاتفاق، وأن الدوري السعودي يمتلك سمعة كبيرة ويحظى بتسليط إعلامي كبير. وقع متوسط الميدان العراقي ياسر قاسم عقدا مع فريق نورث مابتون الإنجليزي لتمثيل الفريق خلال 2 موسم في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وهي ذات الدرجة لناديه السابق سويندو تاون. نورث مابتون الذي أنهى الموسم الماضي في المركز 16 من بين 24 فريقا، حيث يطمح الفريق هذا الموسم نحو تحقيق نتائج إيجابية بعد سلسلة من التعاقدات التي أجراها بداية الموسم الانتقالات الحالي. أكدت صحيفة عكاظ السعودية على نية إدارة الأهلي السعودية الاستغناء عن خدمات متوسط ميدان المنتخب العراقي ومدافع الفريق سعد عبد الأمير، وذلك بعد نصف موسم فقط قضاها مع الملك. الأمير سيستمر بتدريبات الأهلي لحين إيجاد فريق آخر ينتقل إليه الموسم القادم. ويذكر أن سعد عبد الأمير صاحب 25 عام انتقل لصفوف الأهلي قادما من القادسية السعودي في منتصف الموسم الماضي مقابل صفقة وصفت بالكبيرة، إلى أن اللاعب مع مرور المباراة تم تغيير مركزه لقلب الدفاع، فقد قرر الكادر التدريبي الجديد للأهلي استغناء عنه. اختارت مجلة سبورت إيلستريت الأمريكية شهيرة نجم منتخبنا الوطني العراقي جوستين ميران كأفضل لاعب في فريقه كولومبوس كرولنز في الموسم 2017 بعدما قدمه من أداء مميز طوال الموسم. جوستن سجل 8 أهداف وصنع 6 أهداف، وكذلك مساهما لوحده بشكل مباشر في كسب 9 نقاط كاملة لفريقه بتسجيل 2 أهداف حاسمة. أكد نجم المنتخب الوطني ونادي أودينيزي علي عدنان لجريدة فوتبول: تجربتي في الدوري الإيطالي مغامرة انتهت، أما قصة خلافي مع مدرب أودينيزي فهي فبركة إعلامية، ومقتنع بما نلته من فرصة في الكالتشيو، وأن الطموح لا ينتهي وسأبقى أبحث عن فرصة أفضل. حصلت على العديد من العروض من أندية عالمية، أبرزها عرض نادي سيسكا موسكو الروسي ونادي نابولي الإيطالي وإسبانيول الإسباني، خاصة سيسكا موسكو الذي فاتحني في نهاية فترة الانتقالات الشتوية للانتقال لصفوفه، لكن إدارة أودينيزي رفضت العرض حينها.